في واحدة تقول لي سارة إيش رأيك تقصي شعرك؟ أنا أختي ماتت بمرض السرطان الله يرحمها. أوكي. كانت صغيرة وما كنت أعرف إيش أقدر أسوي لها. أوكي. وكانت يعني كيف فأنا دخلت لها على الخاص على طول. قلت لها إيش صار بالضبط؟ قالت لي إنه لما كانت صغيرة ما عندها شعر مثل البنات فبتحزن. وقالت لي إنه كانوا بيجيبوا لها باروكة. بس الباروكة بتسبب لهم لأنه هي صناعية فبتسبب لهم حكة فبتشيلها بتنزعج منها والشعر الطبيعي نادر يلاقوه. صح. فصراحة الموضوع كذا إنه كسرني لأنه طفلة وكل الأطفال أصلاً مين تتباهى بالتوكة تبعها بشعراتها أنا مسوية ضفيرة أنت ليش مو هيك عاملة فهمتي بس هي أصلاً ما في شعر فالموضوع كذا إنه هزني بس الوقت صعب لأنه شعري كان كتير طويل فضليتني أفكر قلت يلا أسويها وشو ما كان يعني فقلت إنه بسويها ودام البنت قالت لي إنه هذا الشيء نادر الشعر الطبيعي فقلت بسويها وبصور وبحفز ناس ثانية تسوي زي لأنه الشعر الطبيعي قالت لي نادر وسويت وقصيت ووقتها بكيت لأنه في بنات والله رسلوا لي شعرهم هم قصينه انهم تبرعوا كمان زيي فهون اللي حسيت اوف انا عندي تاثير انه انا صدق انا في عمر صغير قدرت اثر على ناس فحلو يعني انه كذا انه خليت ناس تسوي زيي انه المقطع طلع بفايده فهمتي شلون وهذا اصلا كان مبتغاي من التصوير.